عقدت أعمال الملتقى البحريني العماني الثاني بعنوان تحديات الأمن الغذائي وآليات التعاون الثنائي لمواجهتها، وذلك في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. وفي بداية الملتقى ألقى الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي للمركز كلمة افتتاحية أكد فيها أن العلاقات البحرينية العمانية تكتسب خصوصية تاريخية ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ميز دورهما عبر التاريخ في نموذج مثالي للعلاقات بين الأشقاء وصولا إلى تطلعات بتحقيق تكامل استراتيجي شامل. من جانب أكد سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان بأن هذا الملتقى حول الأمن الغذائي يأتي ضمن مخرجات وتوصيات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة والتي عقدت في مملكة البحرين في أغسطس 2021 والتي أكدت أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي. من جهتي قال سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين أن هذا الملتقى يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والعمل في مجال تعزيز الأمن الغذائي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة عامة والبلدين الشقيقين، خاصة وترسيخ مفاهيم ومبادئ التعاون لتلبية متطلبات واحتياجات البلدين الغذائية. وينقسم الملتقى الثاني إلى ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول يتناول أسس ومقومات تحقيق الأمن الغذائي لدى الدولتين، أما المحور الثاني فيستعرض تجربة مملكة البحرين وسلطنة عمان في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والمحور الثالث والأخير يستعرض آليات التعاون البحريني العماني لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. يعني حرصنا أن يكون هذا الملتقى وهذه الورشة تجمع الأخصائيين والمسؤولين في كلا البلدين لوضع رؤية مشتركة ضمن الإطار العمل المشترك بين البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للأمن الغذائي. سوف يخرج من هذا الملتقى سوف تحقق تطلعات البلدين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي، الخروج بنوع من التعاون في مجال الاستزراع والثروة الحيوانية، توفير ايضا كل ما هو يعني قائم بين البلدين فيما هذا المجال. موضوع مهم جدا للبلدين، او مهم جدا ايضا التاكيد على اهميه التنميه المستدامه في للبلدين وتاكيد تامين الغذاء للمواطنين بالبلدين. طبعا المفهوم يتعدى مفهوم تامين الغذاء وتحقيق الامن الغذائي الى موضوع تامين وتخزين ونقل وتداول السلع الغذائيه وما يتطلبه ذلك من تاطير الجهود المشتركه للبلدين، والتاكيد على اهميه ان تكون الرؤى موحده.